السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. الفيديو ديال اليوم فيديو رائع بمعنى الكلمة، بغيكم كاملين تحضروه. تحلية رائعة بمذاق الحامض والزنجبيل اللي كيكون طري. هاد المغياج ما غاديش نهضر لكم عليه بزاف، نبغيكم تجربوه وكنتمنى أنكم تجربوه وتردوا عليا في الكومنتار كيف جا معكم. وأهم من هاد الشيء كامل، غادي نحضروه بمكونات في متناول الجميع، مكونات جد بسيطة اللي غنقول لكم. وخليكم معايا الفيديو كامل ما تفوتوا حتى شي لقطه. واهم حاجه كيف العاده قبل ما تغادروا لا فيديو ديالنا، ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب باش كيدوز ناس وحدين اخرين وكيستافدوا منه. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا جوج معالق كبار مملوئين من مستحضر الكريم باتيسير، راس معلقه صغيره من الزنجبيل الطري اللي قشرناه وحكيناه، كذلك غادي نحتاجوا بعبر كاس ديال العنبه، كاس يكون مملوء من عصير ديال الحامض. بنفس عبار كاس ديال العنبه غادي نعبروا كاس لاروب من الماء. هاد الماء غادي نخفوا به داك الحموضه اللي كتكون طالعه ديال الحامض باش نحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون متساويه في المذاقات. عندنا 3 معالق كبار ديال السكر، وعندنا حامضه اللي غادي نحكوها في الكريمه السائله باش كتجينا كامله من السماء بالمذاق ديال الحامض. هنا دزت فواحد الكاسرونه ضفت كل شيء على البارد، الماء، عصير الحامض، السكر ومستحضر الكريم باتيسير. فضروري نحركوا هاد المكونات ديالنا مزيان مزيان ما تكونش العافيه شاعله. نضيفوا داك راس معلقه صغيره ديال الزنجبيل اللي كيكون طري، كتعطي واحد المذاق واحد الانتعاش لهاد الكريمه. ما نعاودش لكم عليها، خاصكم ضروري حتى تجربوها عاد باش تعرفوني علاش كنهضر. هنا كندير واحد التحريكه مزيانه باش ما كيبقاوش دوك المكونات مجموعين في بلاصه وحده. كنشعل عليها العافيه، عافيه اللي كتكون متوسطه، كنستمر في التحريك ما كنوقفش بصفه نهائيه حتى كيتشكلوا ليا هاد العوينات كيف ما كتشاهدوا معايا. كنطفي البوطه ديالي وكنضيف واحد المعلقه تكون كبيره من الزبده اللي تكون من اصل حيواني، زبده زوينه باش لا كريم ديالنا كتجينا لذيذه وكتجينا زوينه. كنستمر في التحريك حتى كتذوب داك الزبده كيف ما كتشاهدوا معايا. الزبده دائما كنضيفوا داك المعلقه كبيره بحال هكا في لي كريم اولا في لي غاناش، غير باش كتعطينا لوغو. الزبده دائما كتخرج لينا لوغو ديال داك الكريم اولا داك الغاناش اللي حنا وجدنا. كنخوي لا كريم ديالي في واحد الطبسيل، كنسرحها مزيان مزيان بحال الشكل اللي كندير لا كريم باتيسير. هاد لا كريم البنات راه كتمشي في بزاف د الحوايج، نقدروا نديروا بها لي فيغين، تشيز كيك، تحليات بحال هادو، يعني عندها استعمالات كثيره بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو يحضروا كريمه الحامض بلا بيض. يعني غير سجلوها عندكم، غادي تنفعكم غادي تنفعكم. كنغلف الكريمه ديالي او كونتاكت بالفيلم اليمونتير، كندخلها للثلاجه حتى كتبرد تماما. وغادي ندوزو للمرحله المواليه. عندنا 300 غرام ديال الكريمه السائله، انا استعملت كريمه دائما من اصل نباتي، تقدروا تستعملوا اي كريمه في المتناول ديالكم. النقشور ديال الحامضه، وغادي نحاول ما امكن نطلع لا كريم ديالي مع هاد القشور ديال الحامض، كيزيدوا يلدوها اكثر، كذلك كنزيدوا نعزوا المذاق ديال الحامض في لا كريم. صافي، من بعد ما كنطلعوها كنخليوها على جنب وكندوزو الكريمه ديال الحامض اللي حنا طلعناها في الاول. شوفوا القوام ديالها كيجي بحال الشكل ديال لا كريم باتيسير، راه ما كاينش الفرق بصفه نهائيه، غير هي كتجيب مذاق ديال الحامض. غادي ندوزو نحركوها مزيان مزيان غير بواحد الفوي ولا سباتول باش ما كتبقاش مكبده حتى كتلق راسها، وغادي نضيفوها على الخليط ديال الكريمه السائله مع القشور ديال الحامض. غادي نعاود نخلط كل شيء مره اخرى بالخلاط الكهربائي. هنا من غتكونوا كتخلطوا المكونات هادو جوج مع بعضياتهم، غيجيب لكم الله بحال الكريمه ديالكم تخسرات اولا ترونشات. اللي غنقول لكم هو ما توقفوش الخلط بصفه نهائيه حتى كتحصلوا على واحد الكريمه اللي كيكون القوام ديالها بحال هكذا ليس غزاله. نبغيكم ديروا واحد المعلقه صغيره فمكم هنا وتذوقوا ليا لا كريم كيفاش دايره. درت لا كريم ديالي في واحد لابوش، هنا درت لا دوي ديالي كانولي. نقدروا نستعملوا غير معلقه ونديروا المونتاج، ما احتاجوش كاع نديروا لابوش ونكثروا علينا. غادي ندوز هنا نهضر لكم على البسكوي. انا استعملت هذا البسكوي اللي في متناول الجميع، بسكوي ماريا. بما اننا مستعملين المذاق ديال الزنجبيل والحامض، فاللي بغى يتهلا في راسو ويدير شي حاجه تكون زوينه ما فيها باس، نقدروا نديروا كذلك بسكوي بغوتون او لا سابلي بغوتون، كيتواتى بشكل كبير مع هاد التحليه. جربوها وردوا عليا، انا كنأكد عليكم ضروري تجربوها. ففي المونتاج طبعا طبقه ديال لا كريم، طبقه ديال البسكوي. هنا بالنسبه للبسكوي ما تسقيوهش بصفه نهائيه، البسكوي دغيا كيتبطبط وما نحتاجوش نسقيوه، لان داك ليميديتي اولا داك الرطوبه اللي كاينه في لا كريم كترجع عليه وكترطبو ترونكيل بوحديتو، ما تحتاجوش بصفه نهائيه يعني تانبيبي هذاك البسكوي. كنستمر طبقه ديال البسكويت، طبقه ديال الكريمه حتى كنوصل لهذاك لو نيفو اللي انا باغا، ومن بعد كندير عليه شويه ديال البسكويت كنفرتو هكا بيديا. بالنسبه لهاد التحليه كنخليوها ترتاح في الثلاجه على الاقل واحد ساعه ونص، بين ما داك البسكويت كيتشرب لينا كيف ما قلت لكم داك الرطوبه ديال الكريمه، عاد كنقدموه لضيافنا لوليداتنا بالصحه والعافيه ديال تحمرت الوجه. مذاقات هائله الا خليتوه حتى بات ليله كامله وقدمتوه حتى للصباح يكون افضل. لا كريم كتكون تبارك الله شدات راسها، وداك
لي بيسكوي بحال الزبده كيكون رطب وخضر داك القوام اللي حنا بغيناه. كذلك بالنسبه للمذاقات ديال الحامض والزنجبيل كيكونوا زادوا تلقوا مع بعضياتهم، يعني كيكونوا المذاقات خرجوا بصح النيس. اللي غنقول لكم هو ضروري تجربوها في هذا الصيف، لان شي حاجه انغطابل، شي حاجه انديليس كنتم تستمتعوا به طيله هاد الحراره ان شاء الله. بغيت نقول لكم ما تبخلوش على الفيديو قبل ما تغادروه بالضغط على زر الاعجاب كيف العاده باش الناس وحدين اخرين يشوفوه ويستافدوا منه. ما تبخلوش علينا بترك اكبر عدد ممكن من التعاليق الزوينه. غنخلي لكم واحد ليموجي في الصوره باش نشوف شكون هما المتتبعين ديالي الاوفياء اللي كيبقاو معايا حتى لاخر دقيقه. كنضرب لكم موعد فيديو قادم باذن الله. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف. الى اللقاء.